ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ انا علاء الكرار ده بالمناسبه صديق العمر، يعني انا اعرف علاء او مش اعرفه، احنا اكتر من الاخوات فعلا. من وانا عندي 4 سنين، يعني بعد 44 سنه الاقي علاء يكتب لنا على الجروب بتاع شلتنا بتاعت المدرسه يقول توبوا بقى. نتوب عن ايه؟ ده احنا تايبين عن كل، احنا مش فاضلنا غير الاكل. اه والله العظيم، الا بقى لو الاكل فيه مشكله، لكن يلا مش مشكله، هو ده علاء وحسابنا معاه يعني في الوقفه باذن الله. حبيبي يا علي، طيب شوف، انا يمكن عايز وارجوكوا فكروني، عايز اتكلم مع حضراتكم شويه على ميناء او منطقه ابو قير الجديده، ودي الرئيس اتكلم عليها يوم الاربعاء اللي فات. حلو، لكن انا مش هبدا الكلام بالحته دي، انا هبدا الكلام بمصر. مصر اللي هي فعلا هي مش شقيقه كبرى، لو احنا نسبنا مصر للسيده هاجر ونسبنا السيده هاجر زوجه سيدنا ابراهيم عليهم السلام لمصر، فمصر عمليا هي ام العرب، بل ام العروبه، ومصر هي حاضنه حقيقيه لكل الدول الشقيقة، سواء إذا كانت الدول العربية أو الدول الإفريقية، فما بالك بالسودان اللي بتجمع الحسنيين، سواء إذا كانت السودان أو ليبيا، تونس، الجزائر، المغرب، موريتانيا، صومال، جيبوتي. طيب اللي عايز أقوله لك إنه في هذه الأزمة السودانية مصر تعاملت تعامل الأم أو الشقيقة الكبرى، شوف أنت عايز تسميها إزاي، لكن تعاملت التعامل اللي بمنتهى الذكاء، الحكمة، النضج، تعامل الكبار. ومصر كل اللي هي عايزاه من السودان واخواتنا السودانيين نفسهم المواطنين قبل الحكومة وقبل مجلس السيادة وكل حاجة، عارفين قد إيه وعارفين كويس جدا بيقين كامل لا يوجد فيها أي نقص ولا تشوب أي نقيصة، إن مصر لا توجد لديها أي مصلحة في السودان سوى، خد بالك بقى من كلمة سوى، استقرار السودان، استقرار وأمان شعبه، ووحدة أراضيه. ده كل اللي عايزاه مصر، ولأجل هذه النزاهة السياسية ولأجل هذا المبدأ الأخلاقي هتجد أن مصر دائما هي الوسيط الأكثر قبولا في أي شكل من أشكال الأزمات أو النزاعات أو حتى لا قدر الله الصراعات المسلحة في أي حتة في المنطقة. مصر طول الوقت مفهوم أنها لا تريد أي تدخل، لا تسمح بأي تدخل، تعلي دائما الدولة الوطنية، تتعامل بشكل أخلاقي مطلق مطلق، وتتعامل بنزاهة كاملة. تجد أن النهاردة استقبل فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد مالك عقار نائب رئيس مجلس السيادة السوداني. فخامة الرئيس استمع خلال اللقاء إلى عرض لتطورات الأوضاع في السودان فيما يتعلق بمسار الأزمة الراهنة، وأكد فخامة الرئيس السيسي في خلال اللقاء ده أن مصر كانت وستظل دائما سند وعون للسودان الشقيق. خد بالك من الجملة كده، سند وعون للسودان كله، خصوصا خلال الظروف الدقيقة طبقا لتعبير فخامة الرئيس اللي بيمر بيها هذا البلد الجميل والعظيم. طبعا مأخوذ في الاعتبار الروابط التاريخية، مأخوذ في الاعتبار العلاقات الاجتماعية والإنسانية اللي ما بين البلدين، المصالح الاستراتيجية المشتركة اللي بتجمع البلدين الشقيقين، وثق عزيزي المشاهد وعزيزتي المشاهدة انه مصالح السودان ومصر هي المصالح الأكثر ارتباطا ما بين كل المنطقة العربية وما بين كل القارة الإفريقية. السودان ومصر فعلا تجمعهم وحدة مصير، خد بالك من ده. طيب في اجتماع تاني استقبل فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد مختار ديوب، وهو الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي. ليه بقى؟ علشان يتكلموا في العلاقات ما بين مصر وما بين مؤسسة التمويل الدولية، دور هذه المؤسسة في دعم أولويات التنمية اللي بتجرى في مصر، خصوصا خلال الاتفاقيات المقرر توقيعها ما بين الجانبين، علشان المؤسسة هتقدم الدعم الفني والاستشاري لضمان التنفيذ الأمثل لوثيقة سياسة ملكية الدولة. خد بالك،
احنا رحنا لمؤسسة دولية، وبالتالي يصبح أو تصبح استشارات هذه المؤسسة هي استشارات محايدة لكل الأطراف. فلما أجي أنزل مثلاً الطروحات بتاعتي يبقى في هذه الحالة، هذه التقييمات، هذه التسعير أو هذا التسعير، الشكل الديو ديليجنس اللي معمول أو المراجعات اللي معمولة على أي من المؤسسات، كده التقرير محايد 100%. من يريد أن يقبله أهلا وسهلا، من لا يريد أن يقبله ثق ثق ثق. والكلام ده للمواطن المصري، إن حاجتك كويسة جدا 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 وتكسب. خلونا نشوف تقرير ونرجع نكمل الكلام. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد مالك عقار نائب رئيس مجلس السيادة السوداني والوفد رفيع المستوى المرافق له، وذلك بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن السيد الرئيس استمع خلال اللقاء إلى عرض لتطورات الأوضاع في السودان فيما يتعلق بمسار الأزمة الراهنة، حيث أوضح نائب رئيس مجلس السيادة مجريات الجهود الرامية لتسوية الأزمة وعلى النحو الذي يحافظ على وحدة وتماسك الدولة، فضلاً عن سبل التعاون والتنسيق لإيصال المساعدات الإنسانية وتقديم الإغاثة. كما أشاد بالمساندة المصرية الصادقة والحثيثة للحفاظ على سلامة واستقرار السودان في ظل المنعطف الحرج الذي يمر به، ومن بين ذلك استقبال أبناء السودان في وطنهم الثاني مصر، معرباً عن تقدير بلاده لدور الفاعل لمصر بالمنطقة والقارة الأفريقية بأسرها. وقد أكد السيد الرئيس خلال اللقاء أن مصر كانت وستظل دائماً سنداً وعوناً للسودان الشقيق، خاصة خلال الظروف الدقيقة التي يمر بها، أخذاً في الاعتبار الروابط التاريخية بين الشعبين والمصلحة الاستراتيجية المشتركة التي تجمع البلدين الشقيقين. كما أكد السيد الرئيس أن وقف الاقتتال وإطلاق النار بشكل دائم وشامل وبدء عملية الحوار السلمي بما يفضي إلى تحقيق إرادة الشعب السوداني في الأمن والاستقرار والتنمية هي الأولويات التي ينبغي تكثيف الجهود من أجل تنفيذها، مؤكداً قيام مصر ببذل أقصى الجهد لتحقيق التهدئة وحقن الدماء ودفع مسار الحل السلمي ودعم مصر الكامل للسودان وتماسك دولته ووحدة وسلامة أراضيه. كما استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد مختار ديوب الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن اللقاء تناول مختلف أوجه العلاقات بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية ودور المؤسسة في دعم أولويات التنمية في مصر، لا سيما من خلال الاتفاقية المقرر توقيعها اليوم بين الجانبين بشأن قيام المؤسسة بتقديم الدعم الفني والاستشاري لضمان التنفيذ الأمثل لوثيقة سياسة ملكية الدولة. وفي ذلك الإطار ثمن السيد الرئيس الشراكة المثمرة والتعاون البناء بين الحكومة المصرية ومؤسسة التمويل الدولية، خاصة في مجالات البنية التحتية والطاقة المتجددة والصناعات التحويلية والرعاية الصحية، مؤكدا في هذا السياق حرص مصر على الاستمرار في تعزيز الإصلاحات الهيكلية بما يساعد على تعزيز دور القطاع الخاص وتوفير مناخ إيجابي لكافة المستثمرين وأسواق المال العالمية. من جانبه أشاد رئيس مؤسسة التمويل الدولية بعلاقات التعاون المتميزة بين الجانبين، معربا عن تطلع المؤسسة لتوقيع اتفاقية دعم برنامج الطروحات المصري وتقديم المشورة حول تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وفقا لأولويات واحتياجات الحكومة، ومنوها في هذا الإطار إلى الجدية الواضحة للدولة في تعزيز انفتاح مناخ الأعمال وتشجيعها لمؤسسة التمويل الدولية لزيادة البرامج المشتركة مع القطاع الخاص لتحفيز دوره في دعم جهود التنمية الشاملة والمستدامة، خاصة في هذه المرحلة الدقيقة على المستوى العالمي التي تتشابك فيها العديد من الأزمات المركبة والمعقدة،
لتفرض ضغوطا كبيرة على معظم دول العالم، مؤكدا استمرار المؤسسة في دورها لدعم التنمية الشاملة في مصر. كلام التقرير ده كلام حلو ومهم بالمناسبة. طيب خلوني يعني عايزين نفهم أكتر على مسألة السودان، مسألة اللقاء اللي تم النهاردة ما بين السيد مالك عقار وفخامة الرئيس مع سيادة السفير صلاح حليمة نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الإفريقية ومساعد وزير الخارجية الأسبق. أهلا بحضرتك سيادة السفير. أهلا بحضرتك والسادة المشاهدين. أهلا بحضرتك سيادة السفير. يعني أنا مش قادر أفهم، هل الوضع في السودان يزداد تعقيدا ولا إنه التشابكات في إطارها إنها تذهب إلى حلول؟ لا شيء والله. الحقيقة إن الأوضاع في السودان بتسير في اتجاه أكثر تعقيدا، وفي نفس الوقت هناك تشابكات وتعقيدات في الموقف أو سواء السياسي أو العسكري. لا شك أن هناك فيما يتعلق الأوضاع في السودان تطورات على مسارات ثلاثة. المسار الأول هو المسار الإنساني، والذي نشاهد فيه هناك حالات من التدمير للمنشآت وأيضا المرافق والبنية التحتية، فضلا عن عمليات السلب والنهب، وبالتالي زيادة أعداد النازحين واللاجئين سواء داخل السودان أو خارج السودان بالنسبة للاجئين. ومصر الحقيقة بتتحمل في هذا الصدد عبء ضخم كبير فيما يتعلق بالمواطنين السودانيين الذين يلجؤون إليها، وما بعدد يقل يتجاوز الآن 250,000. ومصر في هذا الصدد بتتحملهم سواء من الناحية المعيشية والأعباء المرتبطة بها، فضلا عن لابد أن يكون هناك إجراءات أمنية طبعا نتيجة لبعض الأمور التي جرت في السودان. وفي هذا في الإطار الثنائي، وأيضا بتحاول أن تدعم هذا الموقف الإنساني في بالتنسيق مع منظمات الأمم المتحدة المعنية بالشأن السوداني بالشأن الإنساني، وأيضا في إطار علاقات ثنائية مع بعض الدول المانحة أو المهتمة بالأوضاع الإنسانية. ومؤخرا تم التوافق على مؤتمر إنساني تشارك فيه مصر والسعودية وبعض الدول. أما فيما يتعلق بالموقف الخاص بالجانب الهدنة ووقف إطلاق النار، وهو أمر يشغل العالم في هذا الصدد، هناك محاولات كثيرة للتوصل إلى قرار لوقف إطلاق النار، ولكن في جميع الحالات أو معظمها بيتم انتهاك الهدنة. وهذا الأمر في غاية الخطورة، لأن مصر تسعى وتدفع الجهود نحو وقف إطلاق نار شامل ودائم، وهذا أمر في الحقيقة بيحتاج إلى وجود مراقبة لوقف إطلاق النار، وضرورة خروج قوات الدعم السريع من داخل المدن والتوجه إلى خارجها حتى يكون هناك فرصة لاستئناف المسار الثالث، وهو الذي يجب أن يتوازى مع المسارين الآخرين فيما يتعلق بإجراء مفاوضات واجتماعات تكون شاملة للمكون المدني السوداني، تشارك في كافة القوى المدنية السودانية، وتشارك فيه أيضا الآليات بشكل شامل، بحيث الآلية الثلاثية التي تضم الأمم المتحدة الاتحاد الأفريقي والإيجاد تنضم إليها الجامعة العربية، وأيضا آلية الدول التي تضم الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية والإمارات تنضم إليها مصر، وأيضا ربما بعض دول الجوار مثل جنوب السودان وتشاد وإن كان كليهما في الإيجاد. أعتقد إذا تم هذا التوافق سواء على المسار الثاني أو وقف إطلاق النار أو المسار في عملية سياسية، لو تم إمكانية أن تسير المسارات الثلاث في وقت متوازن أو متساوي متناغم، أعتقد هذا الأمر يدفع نحو التوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأوضاع في السودان. طيب، خاصة وأن مواقف الطرفين المتصارعين سبق وأن أعلن أنهما لن يكون لهما شأن داخل في الشأن السياسي، وأنهم يدعمان حكومة مدنية وأيضا إجراء انتخابات وصولا لنظام مدني ديمقراطي سليم. طيب، المخاوف الحالية هو أن يتدهور الأوضاع في السودان إلى فوضى. هناك ما يجري في دارفور، هناك ما يجري
في بعض الأطراف، ربما هناك مناداة من جانب الأطراف وربما بدعم من بعض القوى محلية تتجه نحو الانفصال أو تقرير المصير، وهذا هو خطورة ما تنتهي إليه الأوضاع في السودان لو صارت على هذا النحو. طيب سيادة السفير، يعني انطلاقا من الجملة الأخيرة، هناك حركات انفصالية، في هناك من يدعو إلى استقلال دارفور وانفصالها، وهناك أيضا في محافظة البحر الأحمر السودانية أطراف تدعو أيضا إلى استقلال هذه المنطقة اللي هي شرق السودان على الساحل الأحمر، أو على الأقل إعطائها حق الإدارة المحلية المستقلة وكأنها سلطة حكم ذاتي. ده للأسف الشديد موجود، وكان موجود من بعد الثورة السودانية في 2019 بشوية، ودي كانت دعوات موجودة. لكن السؤال، هل لا توجد أي قوة إقليمية أو دولية قادرة على إقناع الدعم السريع على الانسحاب من المدن والعودة إلى الثكنات أو التمركزات العسكرية بتاعتهم؟ دي هنا دول الإقناع. والسؤال اللي بعده، وألا توجد أي قوة أخرى قادرة على تشكيل ضغط على الدعم السريع إنه يعودوا إلى مناطق تمركزاتهم العسكرية؟ واقع الأمر خلينا نتكلم بصراحة شديدة، هناك قوى إقليمية ودولية ربما من مصلحتها توجيه دعم للجانب الخاص بقوات الدعم السريع. من يستطيع الضغط؟ طبعا بعض الدول الإقليمية التي تسعى وتؤكد على ضرورة وحدة السودان وسلامة أراضيه وعدم التدخل في شؤون الداخلية، ومن بينهم وعلى رأسهم مصر، وهذا يلقى تقديرا واحتراما كبيرا من جانب الشعب السوداني ومن بعض القوى أيضا المحلية والدولية، ولكن للأسف الشديد الدعم السريع لديه ارتباطات عديدة مع قوى عديدة في المنطقة العربية والأفريقية وربما قوى دولية. لكن أنا أعتقد أن الضغط الرئيسي الذي يمكن أن يحقق نجاحا هو الشعب السوداني. الشعب السوداني بمكوناته، بثورته، بمبادئه، بأحزابه وقوى سياسية، إذا توافقت آراءه على الموقف الذي قامت بأجله الثورة، وهو التوجه والتوصل إلى توافق بين جميع القوى السياسية والتيارات السياسية المختلفة لدى الشعب السوداني، وهذا أمر ممكن وجائز. لكن للأسف الشديد ما زال بين المكون المدني انقسامات وتوجهات غير مواتية. أعتقد أن هذه رسالة يجب أن توجه للشعب السوداني، أنه هو المنقذ الوحيد ربما في هذا الموقف الخطير بالتوصل إلى توافق فيما بين كافة أحزابه وطوائفه، مدعوما بالقوى المحلية التي تحافظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه وعدم التدخل في شؤون الداخلية، ومن بينهم وعلى رأسهم مصر. صحيح. أنا بشكرك جدا سيادة السفير صلاح حليم، نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الإفريقية ومساعد وزير الخارجية الأسبق. سيادة السفير قال جملة شديدة الأهمية، القوى المدنية السودانية، التيار المدني السوداني، القوى الديمقراطية السودانية هي اللي في إيدها الحل. الحل لازم يجي نمرة واحد بوحدة القوى المدنية السودانية وانحيازها للدولة الوطنية السودانية بس. فاصل ونكمل الكلام. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ كله تمام؟ طيب انا برضو هتكلم على ابو قير بس مش دلوقتي. مفترض انه اصبح في انخفاضات اما بتحصل في اسعار اكتر من حاصلة، اكتر من منتج على مستوى العالم. يمكن من ضمن الحاجات اللي انا اتكلمت عنها اكتر من مرة قبل كده مسألة انخفاض اسعار الاعلاف، وانه ازاي ده مش منعكس على اسعار اللحمة، وقلت ما نصه كالاتي. واضح ان عندي مشكلة في انه ناس بتخزن العلف، دي واحد، وبالتالي بتعطش السوق وعايز تبيعه بالغالي، مربي المواشي هيشتري بالغالي ويقرر هو كمان يرفع، يلا ان شاء الله ما حد حوش، ما مش خسران حاجه، اللي هيشربها في الاخر خالص مين؟ الزبون.
وبعدين يجي الجزار هو كمان، ومش هقول كل الجزارين لكن الجزار اياه يعني، يروح جاي ويقول لك ومال وما الزبون كده كده هيشتري، فنلاقي السعر عمال بينط ودون اي مبرر. ده مش بس كده، لا ده هو السعر نزل بتاع العلف، فانت بتغلي ازاي سعر اللحمه ولا سعر المواشي ولا سعر الالبان، شيء مش مفهوم على الاطلاق. طيب تعال نشوف سعر الرز نزل ولا ما نزلش؟ لا نزل، لانه سعر الرز يعني بيتراوح ما بين العشرين والتلاته وعشرين، فين؟ في المجمعات. السؤال بقى ده رز نمره واحد ولا ايه؟ ناخد معانا على التليفون استاذ محمد ابو مندور رئيس القطاع التجاري بشركه النيل للمجمعات الاستهلاكيه. ازيك يا فندم؟ عامل ايه؟ مساء الفل، كل سنه وحضرتك طيب، ربنا يعيده علينا جميعا بالخير والبركه. وعلى حضرتك والاسره والاسره. سعر الرز نزل بجد؟ هو السعر عندنا يا فندم رز مستورد هندي ب 20 جنيه، والرز الانديشن الدرجه الاولى عليه بحبه بيوصل من 23 ل 25. معلش الصوت مش واضح خالص يا استاذ محمد خالص، والحكايه دي ده الرز. السعر عندنا الصوت الرز. نعم. سعر الرز هندي مستورد ب 20 جنيه. والرز تقريبا تروح ما هي الجملة التانية دي اللي احنا مش سامعينها دايما، معلش احنا هنعود. احنا هقول لك يا استاذ محمد الشبكة مش حلوة على ما يبدو، احنا هنعود الاتصال بحضرتك مرة تانية علشان يبقى ايه الصوت أكثر وضوحا، لأنه لا ده الرز يعني فيش هزار، لازم نعرف السعر بقى كام في المجمع، متوافر ولا لا، أروح في أي وقت ألاقي الرز، ما يتقليش خلص كل الكلام، عايز رز. طيب هنعاود الاتصال مره ثانيه باستاذ محمد ابو مندور رئيس القطاع التجاري بشركه النيل للمجمعات الاستهلاكيه، هرجعك ثاني على مساله الاسعار. لكن قبل ما هرجع لمساله الاسعار عندي فرصه دلوقتي ان انا اكلمك على قصه من ضمن القصص المصريه، واعتبر انه هذه الحدوته المصريه الخالصه بامتياز حدث بالمناسبه، وكويس جدا انه فخامه الرئيس اتكلم عليها يوم الاربعاء اللي فات في برج العرب. أبو قير، وقال نصا كده أبو قير، ده أنتوا ما شفتوش حاجة، أنتوا عارفين يعني إيه إحنا دخلنا جوه المية وعملنا هناك مسطح دلوقتي القائم دلوقتي 7 مليون متر مربع، وقال بالظبط كده ده دي هيبقى فيها كورنيش 8 كيلو، يعني تقريبا نص كورنيش اسكندرية، يعني عمليا من الاخر كده مصر بنت مدينة جديدة في وسط المية، مدينة جديدة بسلطاتها ببابا غنوجها، يعني ايه؟ يعني بكل ما تحتويه مدينة. انا بس مش عاوز ازيدك من الشعر بيت واقولك انه ده الجيل الخامس من المدن في العالم، الجيل الخامس ده بقى اللي هو فيه كل حاجة سوبر دوبر، انترنت سوبر، يعني كل الانترنت اللي احنا نعرفه كوم، وده حاجه تانية خالص. هرجع مره تانية للاستاذ محمد ابو مندور رئيس القطاع التجاري بشركه النيل للمجمعات الاستهلاكيه. اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك يا فندم، واسف على الاستاذ. ايوه ده كده الصوت جميل وملعلع ومنور. جميل وجودك يا فندم، ربنا يخليك. فرحني بالرز. الحمد لله ده عندنا اسطوره مطمئنه ان الرز الهندي المستورد ب 20 جنيه. حلو. وعندنا رز ليمونيش عريض الحبه بيتراوح من 23 ل 25 جنيه. لا قول لي الكلام اللي احنا نفهمه بالبلدي المصري الفصيح، رز مستورد ده اللي هو يعني زي الرز البلدي بتاعنا ولا البسمتي؟ لا زي يعني العريض الحبه اللي هو البسمتي اللي هو رز هندي مستورد ده ب 20 جنيه. ده ب 20. رز عريض الحبه بلدي من 23 ل 25. ده رز الليشن زيها زي كافه الشركات المنافسه. ماشي، يعني ده رز نمره واحد زي الشركات الجامده جدا قوي خالص؟ طبعا يا فندم طبعا طبعا، يعني جودته زي جودة الشركات اللي كانت تقول لا اصلا انا هرفع المنتجات بتاعتي. يا فندم والله، وعندنا دلوقتي المخزن من الرز بدا يخزنه دلوقتي كميات كبيره، ان شاء الله في الايام القادمه بعد انتهاء العيد هتلاقي الرز انخفض سعره اكثر من كده. طب انا عندي سؤال، الرز البسمتي ده عاده غالي جدا؟ لا انا بقول زيه مش بسمتي، ده هو الرز الهندي ده طويل الحبه زي البسمتي بالظبط. زيه يعني، المهم ان هو نفس الطعم يعني. ايوه ماشي. سؤال بقى، الكميات وفيره يعني نروح على شركه النيل نشتري اللي انا عايزه؟
ده انا بطرح يوميا مثلا زي حصه في النصف الاولاني من شهر 6 3000 صرم، بشتغل يوميا اكثر من 300 صرم بيتم عرضهم في 313 فرع خاصين بشركه فيما غاز سيناكين. طب دي حاجه عظيمه جدا. طب الشيء بالشيء يذكر، الرز يحب السمنه ويحب الزيت. كل المنتجات اللي هي انا في شركه فيما غاز سيناكين عندي رصيد كافي ثلاث شهور من السكر من الرز من الزيت من المثلي الطبيعي من المثلي المستورد، كل اللي لازم نسد احتياجات المواطن كافه خلال عيد الاضحى المبارك ان شاء الله. طب سعر الزيت اخباره ايه اليومين دول؟ فرحني شويه. الزيت عندنا زيت حر بتاع التموين ب 30 جنيه ماشي. عندنا زيت حر ب 45 جنيه زيت يعني عشان بينزل زيه بقى الفرق بينه وبين 60 جنيه و30 جنيه. لتر مقفول؟ ريت في 980 علشان الامانه ماشي. ده ب 45 ده ذره؟ لا ده خليط. خليط ماشي اوكي. ايه كمان موجود عندي؟ انا بس عايز طبعا حضرتك ان الاصيله موجوده من الزيت في الشركات المنتجه، شركه الزيوت، شركه الغور، شركه عندها اصيله مطمئنه ست شهور، ده ما يخوفنيش في زياده السعر او في السوق الخارجي، انا السعر ثابت عندي سواء كان في التموين او الحر. أنا بصراحة أحب شركة اسكندرية وشركة أبو الهول جدا جدا، يعني شركات تاريخية بالنسبة لي بصراحة. الشركات الشقيقة تبع وزارة التموين طبعا طبعا طبعا. الشركات دي بيوفروا كافة أنواع الزيوت. ما احنا عشان كده بنقول الاسم بصوت عالي مش هنعمل حاجة. ماشي طيب، بما إن احنا بقى مقبلين على العيد، اللحمة اللحمة أنا عاوز نفرح الناس قدر الاستطاعة والنبي. الحمد لله والشكر لله عندنا رصيد مطمئن من اللحوم السودانيه في ابو سنبل، ولكن كانت هناك تعليمات سياديه لتعدد المصادر ليس لقله الموجود ولكن لزياده المعروض. حلو. فوجود الارصاد دي عندنا بتثبت ثبات السعر 195 جنيه. 195 لحمه. اللحمه طازه وعندي اقبال شديد جدا 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 على المجمعات. ماشي 100 100. انا عارف ان الدفعه الاخيره كانت جايه من جيبوتي. الجوده رخص الاسعار. يعني انا هخش على شركه النيل هلاقي السكر من 20 ل 30، هلاقي لتر زيت خليط تحديدا 980، ده هيبقى حوالي 45 جنيه. هخش هلاقي السمنه بتاعتي، وهخش هلاقي اللحمه ب 195. ده بقى الجديد اللي الدوله عملته الرصيد اللي هو المطمن بقى لست شهور جايين، تم استيراد 25,000 راس حيه من جيبوتي. أيوه. موجودين دلوقتي في تريتوشكا في ابو سنبل في سفاجه، رصيد كافي يعني ثبات الاسعار ما بعد العيد ان شاء الله. اللحمه بتاعه جيبوتي دي بقى هتنزل على كام؟ برضه ال 195 ولا هتقل شويه؟ ما بشتري ارصده 25,000 راس ذخر بالفعل في الموارد بتوعنا علشان ياخد المرعى بتاعتنا والعلف بتاعنا يتغير مذاقه بقى طبعا. لما ياخد عندي يقعد في الفتره دي كلها يغير مواده ويغير مذاقه يبقى زي اللحوم الذاتيه الطازه. ودي هتخش عندي سعر المستهلك يبقى برضه 195؟ هي دخلت بالفعل، دخلت واقفه رؤوس حيه في الموارد. لا انا فاهم إن شاء لما الله. هتخش بقى. لا انا داخل على المشفي والمتقطع. انا لسه موجود يا فندم، انا موجود في رصيد كافي عندي في ابو سنبل، ولو احتجت من ده هاخد. ماشي يعني نجيب وندوق يا باشا تحت امرك. واللحمه طعمها حلو الحمد لله يا فندم. والله بقول لك في ثقه من المستهلك دلوقتي، لو الكاميرا بتاعتك نزلت المجمعات في اقبال شديد شديد على اللحوم الطازه، هذا بالاضافه للحوم المجمده. عندنا لحوم برازيلي امينه واحد ب 160 جنيه لحمه كراتين برازيلي، وعندنا لحمه معبأة مكعبات ومفروم ب 170، وبفرق بقى بينها وبين السوق الخليجي عايز اقول لك 50%، يعني اذا كان عندي 170 بره ب 220 230. ولذلك هناك رقابه صارمه من القيادات السياسيه في المحافظه على توصيل الدعم للمستحقين. ارخص من بقيه السوق ب 50 جنيه في الكيلو. اللحمه المجمده. انا فاهم. البرازيل دي ايوه عندنا اكثر حاجه فيها المعبى والمفروض 170 بره ب 220 230. ولذلك التعليمات بقى من القرارات السياسيه كلها من الدعم ده، الدوله بتحمل دعم نقدي لابد من وصول المستحقين. خير وبركه. كل سنه وانت طيب يا استاذ محمد، ونورت وشرفت واسعدتني بهذا الكلام. انا هروح هجيب لحمه وهعملها شوربه واشوف طلعت حلوه هقول،
طلعت لا قدر هقول يا باشا هنحتفظ. اشكرك يا استاذ محمد، شاشه محترمه وشاشه صادقه بكل ما نقول ان شاء الله. انا عارف ان حضرتك يعني عمرك ما هتقول كلمه تحمل اي معاني غير اللي بتقوله بمنتهى الجلاء وبمنتهى الصراحه. اشكرك جدا 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 يا استاذ محمد. استاذ محمد ابو مندور رئيس القطاع التجاري بشركه النيل المجمعات الاستهلاكيه. اقامه صلاه عيد الاضحى في مساجد اللي أقيمت فيها صلوات الجمعة والساحات. معانا على التليفون دكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف. أهلا 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 يا دكتور، وكل سنة وحضرتك طيب. أهلا وسهلا ومرحبا بحضرتك يا أستاذ يوسف وبكل السادة المشاهدين، وكل سنة في حضرتك وأسرة البرنامج الكريم اللي حضرتك منور فيه بنورك. ومصر كلها والعالم العربي والإسلامي والعالم بأجمع يا رب بخير وسعادة وهنا. والله أنا عادة أنت عارف أنا أحب أطول، قالوا لي دكتور هشام على التليفون، قلت لهم نقطع الكلام ونروح لدكتور هشام بسرعة. ابدا لا يمكن ينتظر. ربنا يخليك يا دكتور هشام. دكتور هشام يعني فرحنا باذن الله سبحانه وتعالى بصلاه العيد، هتتعمل فين؟ لا بقى ساعه الجد الخط يقطع، ده اسمه كلام. طيب احنا نعود اتصال مره تانية بدكتور هشام يقول لنا هتقام الصلوات باذن الله سبحانه وتعالى في العيد فين. معانا مره تانية دكتور هشام عبد العزيز. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بحضرتك وبالساده المشاهدين. اهلا بحضرتك، قول لنا بقى يا فندم الصلوات اين تقام الصلوات بتاعه عيد الاضحى باذن الله سبحانه وتعالى؟ ان شاء الله باذن الله. كل سنه حضراتكم طيبين بالايام العظيمه، الايام المعلومات المعدودات اللي فيها قرب من ربنا سبحانه وتعالى، وان الانسان لما بيتقرب ربنا بهذه الاعمال فهي معدوده في ميزان حسناته. صحيح. ان شاء الله احنا في اطار الاستعداد لصلاه عيد الاضحى المبارك، إن شاء الله بإذن الله هتكون صلاة العيد في جميع المساجد التي تقام بها الجمعة وفي الساحات التي تحددها مديرية الأوقاف بالتنسيق طبعا مع الأجهزة في كل محافظة بنفس الضوابط التي كانت في صلاة عيد الفطر المبارك. عظيم. ويمكن احنا نبهنا النهاردة وأكدنا على قصة الاهتمام بمصلى السيدات، يمكن عشان خاطر ما يحدث اختلاط في المصلى اكدنا على ان هيكون في تعاون كبير جدا من الوزاره والاستعانه بالواعظات المعتمدات في الوزاره، التنسيق مع المديريات سواء في المساجد او في الساحات اللي تقام فيها صلاه العيد، ان شاء الله هيكون في مكان ويكون في فاصل بين الرجال وبين السيدات. واحنا من خلال برنامج حضرتك الجميل بنقول والنادي ان على كل الاسر اللي تكون حريصه على الصلاه، برضه في ادائنا للصلاه نكون حريصين على اقامه شعائر الله عز وجل والحفاظ على حرمات الله عز وجل. ما بينفعش ابدا ان في الصلاه الرجال بجوار النساء بدون فاصل يعني، فمحتاجين ان كل واحد يبقى حريص على اقامه هذه الصلاه ويكون ان شاء الله باذن الله مكان للرجال ومكان للسيدات باذن الله. يعني احنا فاكر من واحنا صغيرين كان دايما يتحط كده البتاعه زي بتاعه الخياميه الكبيره اللي بتعمل بيها السرادقات دي، فبتفصل الجزء او القطاع اللي بتصلي فيه السيدات عن الرجال. حتى انا فاكر احنا كنا بنصلي عند جامع مصطفى محمود يعني على ايامنا تحديدا، فكان دايما يتحط كده فاصل معمول من الخياميه وعروق الخشب وكده. فعلا تم تنبيه على المدريات، ان شاء الله يكون هذا الفصل موجود، واحنا بنقول ان الامر بيبقى في سعه وده يوم فرح وسرور، فان شاء الله باذن الله يكون في مع هذا الفرح يكون في تعظيم للعباده والشعيره واحترام في الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى، وهيكون ان شاء الله باذن الله ما فيش مزاحمه ولا في اختلاط، وهتكون الاماكن مهيئه ومستعده للرجال وللنساء. ايوه تستقبل الجموع الغفيره باذن ربنا سبحانه وتعالى، ربنا يكثر عدد المصلين باذن الله ويرجع بقى البعثه بتاعتنا بالسلامه باذن الله من الحج باذن الله سبحانه وتعالى. اللهم امين. اللهم امين. اشكرك يا دكتور وكل سنه وانت طيب، وتحياتي وسلامي لكل الوزاره ولحضرتك والمعالي الوزير. كل سنه وانت طيبين. طيب ربنا يعيد عليكم مصر يا رب بخير وسعاده. ربنا يخليك ليك يا دكتور. كل الشكر للدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني بوزاره الاوقاف. وفي ضوء رئاسه مصر لمجلس وزراء المياه الافارقه امكاو، وده خلال سنه 2023 2024، مصر استضافت الاجتماع الثالث
أو 13 تحديدا للجمعية العمومية لمجلس وزراء المياه الأفارقة، وده بمشاركة عدد كبير من السادة وزراء المياه بالدول الإفريقية. أعلم جيدا أن هذا التقرير بالغ الأهمية، ولهذا أنصحك بالمتابعة الدقيقة، وبعدين فاصل ونكمل الكلام. مصر عندها ريادة حاليا في مجال المياه، نقدر نساعد جميع الدول الأفريقية ان هي تدير المياه بكفاءة عالية. حاولنا وشرحنا قضيتنا بشكل موسع، العالم كله يعلم الآن ان احنا بنعيد استخدام كمية كبيرة من المياه، احنا بنعيد استخدام 21 مليار متر مكعب، واعتقد كل الأفريقية شايفة قد ايه مصر بتحافظ على كل قطرة مياه. اعتقد المستقبل ان شاء الله يكون افضل. الدول المتشاطئة في الأنهار لازم يكون في حقوق للدول، في حقوق لمصر كدولة مصب لابد من الحفاظ عليه. كل دي قضايا بتهم جميع الدول الأفريقية، وإحنا كريادة لمجلس وزراء المياه الأفارقة في الفترة الحالية أعتقد لنا دور كبير جدا في مساعدة إخواننا في أفريقيا، وإحنا منفتحين وهم كمان عندهم تفاهم لقضيتنا. الحقيقة كان في نقاش حول مبادرة التكيف مع التغيرات المناخية اللي تم طرحها من مصر، هي مبادرة عالمية تم طرحها من شرم الشيخ في خلال فترة الكوب 27 أو مؤتمر المناخ اللي كان موجود في مصر في نوفمبر السابق. والحقيقة الموضوع في النقاش، الحقيقة في تفهم للدور الكبير اللي مصر لعبته. مصر خصصت مركز تدريب في 6 أكتوبر، مركز ضخم جدا لتدريب الأجيال القادمة من الإخوة الأفارقة في مجال التكيف والتعامل مع التغيرات المناخية. الحقيقة كل ده تم تقديره واحترامه من جميع الدول المشاركة، احنا عندنا أكتر من 40 دولة موجودة، رقم لم يحدث في الـ 12 اجتماع اللي حصلوا قبل كده للدول الأفارقة، لم يحضر كل هذا الزخم والحضور الشديد جدا وحرص الدول الأفريقية على وجودها. قررنا أن تنظم ناميبيا مؤتمر أفريكا سان السابع الذي سيعقد في الفترة من 6 إلى 10 نوفمبر هذا العام، ونحن ملتزمون بالحضور جميعا لهذا المؤتمر الهام الذي يجعلنا على تواصل دائم كما في جي 7، خاصة فيما يتعلق بقضايا المياه والصرف الصحي على حد سواء بالنسبة لبلدنا وللقارة كلها. كذلك قررنا دعم الأمكاو عبر رسوم العضوية لاستمرار عمل المنظمة لتقديم خدماتها للدول الأعضاء، ونحن ملتزمون بدفع التزاماتنا لضمان استمرارية المنظمة، ونتمنى لرئيسنا الجديد التوفيق وقيادتنا للأفضل. ازيكم عاملين ايه؟ كله تمام؟ شوف انا دايما عارف ومتاكد انه منتخباتنا ولعيبه الاسكواش بتوعنا دول وحوش بصراحه، ينزلوا الملعب المغلق بتاع الاسكواش ده ويعملوا يعني اللي ما تعملش من زمان، من ايام احمد براده صديقي العزيز، وحشني يا ابو حميد، انا عارف براده من زمان قوي. المهم براده والاجيال اللي جت بعد كده بعد برادة، احنا بنتكلم على انه فعلا تحس وكأن اللعبة دي بتاعت مصر، اللعيبة بتوعنا فعلا أبطال عالم. فتلاقي ان منتخب مصر المنتخب جاي ببطولة كاس العالم للسكواش، بتتكلم على ولاد وبنات زي الفل زي الفل. بص شايف عيال زي السكر بصراحة، حاجة تفرح وتشرف، وجايين بكاس عالم وحاجة عظيمة جدا. وأنا أحب إنه في الحاجات اللي زي كده إحنا بنتكلم على بطولة كاس عالم يا جماعة، يعني لازم نحتفي جدا بهؤلاء الأبطال، لازم جدا نحتفل بيهم. وعجبني قوي الاستقبال الجميل اللي اتعمل لهم في مطار القاهرة، كان استقبال جميل ورائع ومشرف جدا جدا، والناس هناك في المطار الحقيقة بصراحة أنا عجبني اللي حصل ده قوي. الناس
يدوب الطيارة نزلت والولاد دخلوا على الصالة، فورا لقينا إدارة المطار مجهزة لهم الورود واستقبال جميل وشغل حاجة عظمة على عظمة، كانت حاجة تشرف يعني. مش عارف، احنا أظن معانا صور كمان للاستقبال بتاعهم في المطار، استقبال حلو ومشرف وجميل وشياكة، ومش عارف إذا كان معانا الصور ولا لأ نطلعها يعني. لكن أقدر أقول لكم أولا أنا عايز أشكر فعلا القائمين على المطار القاهرة في استقبالهم المشرف واحتفائهم الرائع والراقي ببطولة كأس العالم أو أبطال كأس العالم للسكواش في منتخبنا المصري، وبشكر جدا الولاد اللي رجعوا لنا ببطولة العالم. الله ينور الله ينور، برافو. وهنكمل كده طول عمرنا في السكواش بإذن الله، نبقى أبطال العالم، وفي بقية الرياضات إحنا قدها وقدود. تعالوا بقى ننتقل لموضوع آخر، وهذا الموضوع هو متعلق دائما بوزارة التربية والتعليم. النهاردة الحقيقة توفيت إحدى المعلمات داخل لجنة امتحانات الثانوية العامة بالقاهرة الجديدة، أثناء قيامها بواجبها، أثناء قيامها بعملها، أثناء قيامها بمهمتها في مراقبة الامتحان. ربنا يرحمها ويغفر لها ويجعل مسواها الجنة الحقيقة ونعمها. غرفة عمليات النقابة العامة للمهن التعليمية عندهم غرفة العمليات بتاعتهم تلقوا على طول اخطار من النقابة الفرعية للمعلمين في القاهرة الجديدة بوفاة الأستاذة المعلمة رحمة الله عليها الأستاذة أمل فتحي، وده أثناء عملها داخل إحدى لجان الثانوية العامة في مدرسة سيزا نبراوي في التجمع الخامس. المرحومة جالها أزمة قلبية حادة، تم نقلها على مستشفى القاهرة الجديدة بمنتهى السرعة لمحاولة الإسعاف، إلا أنه السر الإلهي طلع. الله يرحمها الله يرحمها. خلوني أعرف المزيد من التفاصيل من زميلي وصديقي العزيز الأستاذ شادي زلطة، المتحدث والمستشار الإعلامي لوزارة التربية والتعليم. زكا شادي، اهلا بيك يا استاذ، تحياتي ليك للساده المشاهدين. تحياتنا ليك، ودايما نقول في الحالات اللي زي كده مصابنا واحد هي معلمه مصريه رحمه الله عليها، فاحنا نعزيك باعتبارك ان انت يعني تمثل الوزاره في هذا الحديث. الله يرحمها والبقاء لله. بقاء لله طبعا، وخالص التعازي لاسره المعلمه طبعا، يعني هي كانت بتقوم بعملها في منزله يعني شهيده يعني، فطبعا يعني خلص العزاء للأسرة وندعو لهم بالصبر والسلوان طبعا. الله يرحمها. شادي، مهم كمان عندي أعرف أطمن على سير العملية بتاعة امتحانات الثانوية العامة وامتحان اللغة العربية بالمناسبة، ثالث أيام الامتحانات ده. طبعا يعني النهاردة طبعا يوسف الامتحان طبعا يعني تم في وسط مجموعة من الإجراءات اللي أكدنا عليها وشددنا عليها العديد من المرات خلال الفترة السابقة، بداية من الإجراءات التفتيش في الدخول وصولا للرصد الكامل لأي مشكلات تعوق انتظام سير الامتحانات، سواء من خلال التواصل المباشر من غرفة العمليات مع رسائل اللجان وما يتبعها من لجان فرعية. اي مشكله كانت بترد طبعا لغرفه العمليات سواء بسيطه او غيرها بيتم حلها على الفور. الحقيقه ان النهارده الحاله العامه للامتحانات شهدت حاله هدوء كامل يعني، الحمد لله، وانتظام في مختلف اللجان على يعني في مختلف محافظات الجمهوريه. يعني الامتحان رصدنا تداول ورقة أسئلة تم الادعاء بأن هي خاصة بالامتحان وبالمراجعة الدقيقة طبعا، أصدرنا بيان على الفور بالنفي والتأكيد على أن الورقة دي لا تمت الامتحان بصلة. وطبعا بعد يعني خلال التقرير اللي أصدرناه في نهاية الامتحان أوضحنا أن في خمس حالات تم ضبطها متعلقة بالغش الإلكتروني، وتم التحفظ على الهواتف المحمولة اللي كانت معاهم واتخذ الإجراءات القانونية الخاصة بهم. طيب كويس جدا، لكن بشكل عام ما حصلش أي شكوى وردت ليكم من خلال غرف العمليات؟ ما حدش اشتكى من صعوبة أسئلة ولا من مشكلة في الامتحان؟
هي الشكاوى مش بيترد لغرفه العمليات استاذ يوسف متعلقه بصعوبه الامتحان، هي الشكاوى اللي بتصل متعلقه بحاجات لوجستيه، بمشاكل مثلا متعلقه بانتظام السير نفسه بتاع الامتحان داخل اللجان، حاجة متعلقة بحالات غش تم رصدها، كل ده بيتم رصده على الفور طبعا، ويتم التعامل معاه في نفس اللحظة. وخلينا أكد لك كمان يوسف أن يعني احنا بنتعامل بشفافية ومصداقية شديدة جدا في الإعلان والنشر عن كل التفاصيل الخاصة بالعملية الامتحانية بشكل يومي. يعني في كل امتحان بيتم المتابعة بشكل دقيق جدا، والرد على الفور على اي شائعه بيتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي عشان ما تتسببش في اي حاله بلبله لاولياء الامور واولادهم داخل اللجان. عظيم جدا، والمساله ماشيه الحمد لله حتى هذه اللحظه بسلاسه ونعومه وهدوء. الحمد لله. طبعا ده بيرجع طبعا لتوجيهات دكتور ضحجازي وتشديده على الاجراءات الضخمه اللي تم التجهيز ليها والاستعدادات اللي تمت خلال الفتره اللي فاتت، ونتمنى باذن الله ان شاء الله يعني ان باقي الامتحانات تمر بنفس الريتم الخاص بالسهوله والتيسير وتوفير سبل الراحه للطلاب في اي مشاكل تواجههم جوه اللجان، بغض مستمر اي شكاوى وحلها على الفور، التعامل مع اي مشكله بترد الوزاره او غرفه العمليات. الحقيقه كمان عايز اكد لك ان الدكتور حجازي بيتابع خلال يوم الامتحان لحظه بلحظه اي مشكله بترد الوزاره في داخل غرفه العمليات. النهارده كمان دكتور رضا حجازي كان في كفر الشيخ، راح يتفقد بنفسه اللجان المختلفه في الحمول وبيله، اداره بيله ومدرسه حمول الثانويه العسكريه بنين. والحقيقه ان يعني المحافظه كمان هناك شهدت حاله من النظام والتيسير والاجراءات المشدده اللي هي كما يعني المطابقه للمواصفات يعني في الانتظام سير الامتحانات. بإذن الله دايما تعدي على خير وتعدي كل الامتحانات على خير. كل الشكر ليك يا شادي، كل الشكر لزميلنا وصديقنا العزيز الأستاذ شادي زلطة المستشار الإعلامي والمتحدث باسم وزارة التربية والتعليم. الأمور الحمد لله ماشية زي الفل يعني، وتاني وتالت ورابع وعاشر، ما توتروش ولادكوا لو سمحتوا خالص، سيبوا الولاد تاتا تاتا. هناخد فاصل وهنروح بعد الفاصل بالتأكيد نتكلم عن الحوار الوطني واستئناف فاعلياته ووقائعه، ونقاش حول قانون تنظيم العمل الأهلي وحل المعوقات اللي ممكن تبقى واقفة أمام العمل الأهلي، أيضا التعاون الأكاديمي اللي ما بين مصر وما بين الخارج. خلونا ناخد معانا بعد الفاصل، يشرفنا وينورنا سيادة النائب عبد الفتاح محمد عضو مجلس النواب، أيضا أستاذ آدم الطوخي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. انتظرونا. اهلا وسهلا بحضرتك، واحنا قلنا ان احنا في هذه الفقره هنتكلم عن تنظيم العمل الاهلي، عايزين نحل المعوقات المتعلقه بالعمل الاهلي، وايضا هنحاول قدر الامكان والاستطاعه في ظل الوقت ان احنا نتكلم على التعاون الاكاديمي ما بين مصر والخارج. اتفقت انا وضيوفي الكرام واستاذنتهم، احنا عايزين نتناقش احنا الثلاثه سوا. انتم عارفين ان انا ماليش قوي في قصه نسال يمين ونسال شمال، انت حتى كمشاهد مش هتبقى مستمتع وانا مش هبقى مستمتع ولا ضيوف هيبقوا مستمتعين، احنا هنعمل كاننا حوار وطني صغنطط كده جوه البرنامج. فخلوني ارحب بضيوفي الكرام، سياده النائب عبد الفتاح محمد عضو مجلس النواب، منورنا. ازاي الحال؟ كله تمام؟ ربنا يحفظك. والزميل الصديق العزيز ادم الطوخي عضو تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين، ازيك يا ادم؟ عامل ايه؟ كله تمام؟ كله تمام. نبدا المناقشه، يمكن هنا هستاذن ان انا ابدا ب سيادة النائب عبد الفتاح محمد واقول كده ايه، طيب نبتدي منين الحكايه على راي عبد الحليم حافظ، حتى انظم العمل الاهلي دون ان تشوب شائبه تمويل مشبوهه؟ انا مش عايز اخش في القصه دي، وفي نفس الوقت مش عاوز امنع الجهات المانحه بانها تمول المنظمات الاهليه الجاده اللي عاوزه تشتغل لاجل تنميه هذا المجتمع.
كلام محترم. طب يعني اولا انا بشكرك جدا. انا اللي شكر. ودعني ان انا اعزي بس اسره المدرسه اللي توفاها اليوم. الله يرحمها يا رب. يعني اللهم يعني اغفر لها وارحمها واسكنها فسيح جنات اللهم امين. وربنا صبر اهلها يا رب. وفي البدايه طبعا انا يعني بشكر فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعوته للحوار الوطني الحقيقه اللي احنا شفنا فيه كل فصائل المجتمع المصري. يعني احنا منذ ان بدات الجلسات واحنا يعني بنسعد بوجود كل القوى السياسيه والمعارضه والاغلبيه وحتى الافراد العاديين مشاركين في الحوار الوطني، وده شيء ايجابي. وبنسمع طبعا كل الاراء المختلفه، وانت عارف الملف بتاع العمل الاهلي ملف مهم جدا، والتعاونيات والنقابات. يعني ده ملف الحقيقه يعني الناس مهمه بيه قوي يعني. وانا مع ان طبعا يحصل فيه تعديلات في بعض التشريعات، ده مش هيضرنا في حاجه طالما هيبقى في الصالح العام وهيفيد الجمعيات والمجتمع الاهلي، احنا طبعا هيبقوا سعداء بده. انا بس يعني كان عندي تحفظ الحقيقه يعني في الحديث من بعض السادة المتحدثين ان احنا عايزين نفتح تاني موضوع التمويل، واخد بال سيادتك؟ التمويل احنا شفنا يمكن ما قبل يناير كان فيه مشاكل، يعني ده مش هنعممه على الجميع. يعني انا شايف الحقيقه الدكتور طلعت عبد القوي راجل محترم جدا. وبيقود العمل الاهلي بشكل يعني مهني جدا، وانا بحترم كل حتى كلمه بيقولها في الحوار الوطني، وراجل بيشجع الجميع انه يعمل في هذا العمل. ويمكن البعض كان بيتكلم على ان في بعض المعوقات اللي احنا طبعا قاعدين عشان نحلها. يعني الحوار الوطني هدفه يعني يزيل المعوقات اللي هي بتقف ضد العمل الاهلي، وده اساس حضورنا. يعني فبيتكلم يقول لك انا بقالي سنتين مقدم وما فيش حد وافق لي على الجمعيه. بالرغم خد بالك يعني انت طالما اوراقك سليمه بتتقبل يمكن ساعه تقديمها. انت عندك المقر بتاعك، عندك 10 مؤسسين، اتفضل بتاخد الموافقه، مفيش اي مشكله طالما انت سليم. انما نرجع تاني للطيار او الطيارات اللي كانت بتعادي مصر وشعبها، لا انا بصراحه ضد ده. يعني انا كمواطن مصري بعيدا ان انا بقى نائب ولا رجل سياسي، لا انا ضد ده تماما، لان احنا بنبني البلد. يعني في جمهوريه جديده احنا عايزين كلنا نشارك في بنائها، مش عايزين نيجي في يوم من الايام نندم ان احنا بناخد خطوه عشان تهد البلد تاني. لا احنا اي شيء هيضر بهذا الوطن لا انا بالتاكيد هبقى ضده. فعوده التيار المعادي للدوله المصريه تاني، لا انا معلش انا اسف جدا. الجامعات اللي كانت بتعمل كل يوم وموافقات عاديه جدا، واي حد بيتقدم بياخد، لا لازم يتكشف عليه وتعرف هو مين وهويته ايه. يعني المهم بالنسبه لنا انه تحصل عمليه فحص ومراجعه ضروره لاي يعني جهه ضروره قصوى يعني، ولاي جهه طالبه للتمويل ده او مستعده لتقبله. انما احنا مع الجمعيات الاهليه. يمكن حتى الدكتور طلعت النهارده اتكلم على كان عدد الجمعيات 50,000 جمعيه. طبعا لما حصل عملية التقنين وصلنا ل 36,000، فطبعا في تم استبعاد عدد من الجمعيات. طب تم استبعادهم ليه؟ ما أكيد في أسباب. ممكن يبقى في عدم استيفاء لشروط أساسية. أكيد وارد. أكيد أكيد مش كلها هتبقى يعني لها أجندة يعني. ممكن تكون ما استوفتش أوراقها، ممكن في عندها مشكلة. إنما بقول لك أي حد من المواطنين بيروح يتقدم بياخد الموافقة، مفيش أي مشكلة في الدولة المصرية الحالية ونظامها الحالي، واخد بال سيادتك؟ إنما بيبقى في شروط وضوابط عشان يتبنى عليها جمعية أهلية عشان تخدم المجتمع. وهدف الجمعية، أنا لما بروح أتقدم عشان أعمل جمعية أهلية لازم يكون عنده القدرة على الصرف عليها وعلى مساعدة الناس
المساله مش هعمل جمعيه ومستني حد يجيب لي التبرعات وبس. يبقى في عندي تصور عام انا هقدر اشتغل ازاي. طيب هنا هرجع بقى للقد وقدم عمليا انت احد ممثلي تنسيقات شباب الاحزاب والسياسيين في هذا الحوار وكنت بتمثل التنسيقيه في هذه المناقشه بالتحديد. هسألك الأول بتحفظاتكم واسألك بأنه طيب نزلل هذه التحفظات لأنه سيادة النائب عبد الفتاح كان واضح جدا يا جماعة احنا ما عندناش مشكلة كل المسألة جهة المانحة دي مين وعايزة ايه بالتحديد والجهة اللي هيتم تمويلها مين وهتعمل ايه بالفلوس دي بالتحديد. هو القانون جميل بمعنى ايه ان هو القانون محدد دوت يعني لو هنبدا من السؤال الاخير من فكره التمويل عامه هو انا عندي تحفظ واحد من ناحيه القانون وده برضه هعرضه حالا. هنبدا بايه؟ هنبدا ان القانون هو ما هو الا ايه؟ انا كجمعيه بقدم المشروع للجهه الاداريه ومين الممول وهيمولني بايه وليه؟ ده جميل قوي، بس هو كان التحفظ الوحيد ان هو في القانون بيقول لك هيتم الاختيار بعد 60 يوم عمل. فطبعا فكره 60 يوم عمل فهي توازي 3 شهور تقريبا فمده مش صغيرة لا مدة ايه كبيرة. فهو ده كان بالنسبة لنا التحفظ الوحيد. بس الطبيعي لازم يتم ونأكد عليها طبعا ان يبقى في مراقبة على ايه الجهة المنحة وهيتتصرف فين. ما احنا مش عايزين نرجع برضو ان الفلوس تدخل البلد ونقول دخلت ازاي ودخلت ليه وتتصرف فين والكلام ده كله. فهو الموضوع ما هو الا القانون محددها. انت كجهة انت كجمعية او مؤسسة بتبعت للجهة الادارية اللي هي الوزارة بتقول لهم انا هعمل ايه، انا هقدم المشروع دوت وتمويله منين وتمويله رايح فين. بس هو الموضوع كده. بس هي كانت التحفظ بالنسبه لنا ان هو 60 يوم عمل، لا احنا ممكن نخليها 60 يوم فقط وهي تبقى توازي شهرين. وفي الحاله ديت الجهه الاداريه موضحه لو ما تردش عليك بعد ال 60 يوم ابدا اشتغل وابدا استلم فلوسك. يعني هو الموضوع كله ما هو الا اجراءات ممكن الناس بتقول عليها اجراءات روتينيه بس مطلوبه عشان ما نرجعش. التوصيه اللي انت تقدمت بيها متعلقه بالنقطه دي بالتحديد بنقطه زي كده. ونقطة تانية برضو اللي الجمعيات، يعني احنا بنطالب المؤسسات المنحة مع الجمعيات ان يبقى تقنين اوضاع وتقنين اهدافها تحقق الاهداف التنموية الوطنية. ما نشتغلش ما بقاش الدولة احنا هنبدأ بايه؟ يعني هي الدولة عبارة عن ايه؟ الدولة يعني عبارة عن ما نتكلم اقول لك على حاجة يعني ايا كان مصدرها يعني ده سؤال ايا كان يعني مصدرها ما هو الجهة المنحة دي مين؟ ما هو لازم يتعرف. احنا عندنا وزارة الخارجية. لا ما احنا يعني ما فيش جهة منحة بتشتغل في مصر الا لما وزارة الخارجية اللي تأشر على خارج مصر. طبعا. تأشر الأصل. لو جهة بقى أجنبية ما عمرها ما عشان تدخل فلوسها لازم يكون باعتماد وزارة الخارجية. ايوه ما انا لازم ده إجباري ده بعيدا عن التضامن اصلا. ما فيش جهة منحة في مصر بتشتغل هي من بره. معظم الجهات المنحة بتبقى من بره مش هتشتغل الا وزارة الخارجية تديها التأشيرة. مالهاش تأشيرة عمرها ما هتدخل مصر. وكون انها تم اعتمادها من الخارجيه ده معناها ان اتعمل عليها الفحص والمراجعه اللازمه. طبعا طبعا بيفضل لي المساله بتاعت التدفق النقدي. يعني الفلوس دخلت او بتدخل لانها ما تدخلش على دفعات. هي بقى السؤال يتم صرفها ازاي والمراقبه على الصرف. ده سؤالي بقى على المراقبه على الصرف وهستاذنكم هناخد فاصل ونشرح المراقبه على الصرف. مين اللي هيراقب الصرف؟ وهل هو يراقب الصرف فقط حتى يتأكد انه ذهب في مصارفه القانونية زي ما بيتقال ولا هيبقى له، وانا مش عايز ده بصراحة، انه هيبقى له سلطة التدخل في انه لا خلي دي ب 9000 دولار وخلي دي ب 11000 دولار فواتير. يعني اللي هو لا يعني برضه انت وانت بتراقب انت حقك لكن هتقول لي اصرف على ايه 9 واصرف على ايه 11 ده ايه ده بقى. خلونا نروح للفاصل ونرجع نكمل الكلام. كل الترحيب بسيادة النائب عبد الفتاح محمد عضو مجلس النواب والصديق آدم الطوخي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وضيوفنا الأفاضل كانوا النهاردة في هذه المناقشة في مسألة العمل الأهلي. وهنا كنا بنطرح سؤال حتى على آدم وأنا مصر أرجوكم اشتبكوا مع بعض في الحوار. مش بقصد الاشتباك اللي هو هنبقى رأي ورأي آدم حبيبي طبعا بنقعد معاه ازاي يعني ما هو هيبقى الاشتباك بمعنى التشابك في الحوار نتكلم مع بعض يعني بالظبط كده انه احنا كنا بنفكر حتى بصوت عالي وده جرى في الفاصل انه هو يا ترى يا هل ترى هل انا عندي قدره داخل وزاره التضامن وده اللي اثاره سياده النائب على مراقبه كل التدفقات النقديه بتاعه ال 36000 جمعيه عندي؟
ولا ما عنديش؟ انا بامانه يعني كنت عايز حد من وزاره التضامن يبقى معايا في الحوار ده عشان اسمع منه، عشان انا مبقاش حكم، لان انا شايف فيه صعوبه. خد بالك انت لما تيجي تبني عقار اذا ما كنتش مؤسسه صح بيقع. انت النهارده بتاسس دوله حديثه، جمهوريه جديده نظيفه، بعيدا عن الفساد وبعيدا عن كل شيء فيه شبهات. عايز تريح دماغك، مش عايز ترجع تاني للي كان بيحصل ما قبل يناير وما بعدها ايضا. حتى 30/6 لما البلد دي النهارده بتقوم وبتبنى من جديد، فاحنا كمواطنين مصريين ما عندناش استعداد ان احنا نشارك في قانون يهد الدوله دي تاني. الجمعيات دي يعني مش عايز اقول لك دي اداه مش سهله. اذا ما كانش يبقى في رقابه مشدده عليها صدقني هتبقى زي الناس اللي بتشتغل تحت الارض. انا بس يعني قول يعني انا بالنسبه لي في برضه احنا عايزين ادم بيشتبك يعني انا يا, 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 يا استاذ هاد ادم عايز اقول لك ان احنا مش هنختلف في ان احنا نحافظ على بلدنا. مظبوط، ده هدفنا جميعا، ده هدف رئيسي. انا بحب الجمعيه، انا خلي بالك رئيس جمعيه 8 سنين وعضو مجلس اداره 26 سنه. طيب يعني العمل الاهلي شغلتي. انا عايز اعرف انت عايز تقول انت كان عندك انا بس في كام نقطه كده هنبدا بيها. اول حاجه احنا عايزين نبقى صراحه، هي الدوله عباره عن لو هنتكلم في ثلاث اضلاع، فهو ضلع الحكومه، ضلع القطاع الخاص، الضلع الثالث المجتمع المدني. منها اتكلم ان احنا برضو عشان ما نبقاش نبقى واضحين، المجتمع المدني فهو جزء كبير جدا جدا من الدوله، وجزء كبير من مؤسسات المجتمع المدني ساهم في انجاح حاجات كتير داخل الدوله. ولو هنتكلم فاحنا عندنا تجربه رائده، التحالف طبعاً. يعني التحالف بصراحه من التجارب الناجحه وان جيت للحق ادم، يعني انا يعني بس هعفي ان اقول او هعفي نفسي من ذكر الاسماء بتاعه مجموعه من الاصدقاء والرفاق. احنا من واحنا 1994 انا كان عندي 19 سنه، بعضنا كان عنده نفس السن، بعضنا كان اكبر بكام سنه، وكنا جزء من العمل الاهلي اللي بدا وقتها يعني، او اللي احنا دخلنا فيه وقتها. وكل اللي اقدر اقوله لك انه لو انا قلت لك العشر اسماء هتتخض، لانه هم سفراء حاليين، هم نواب لوزير الخارجيه، نواب لوزير الصناعه، يعني شخصيات نواب محترمة. لا وزير الصحه، رؤساء جامعات الان، قيادات قيادات اللي هي اصحاب رؤساء جامعه، حاجه حدث بالنسبه لي طبعا، قيادات دلوقتي. فالعمل الاهلي انا معاك 100% انه ضلع رئيسي في بناء البلد طبعًا. بس فهي احنا بنتكلم في يعني احنا خلال السنه اللي فاتت منذ اطلاق الدعوه للحوار الوطني عملنا ايه؟ احنا نزلنا المحافظات وسمعنا من المؤسسات. فهو يعني احنا لو هنتكلم احنا اتكلمنا في البدايه عن التمويل الخارجي او الكلام ده كله، بس التمويل الخارجي فهو جزء بسيط عن التمويل الداخلي. وده لسه اتكلم فيه برضو هنا ان فعلا، بس احنا هنبدا نتكلم عن بعض النقاط ان فعلا احنا محتاجينها، وانا اتناقشت فيها النهارده في الجلسه ولقيت تأييد رهيب من بعض المتحدثين وخاصه كمان الدكتور طلعت عبد القوي في بدايه الجلسه، فهو يعتبر كان قال جزء كبير من اللي انا هطرحه دلوقتي. فاحنا كان بعض النقاط كده السريعه كنت هوضحها. فكره صندوق دعم مشروعات الجمعيات دي نقطه مهمه قوي، لان الصندوق دعم مشروعات الجمعيات هو ده اصلا الماده ده الباب السابع من القانون رقم 149/2019. مشكله حتى دكتور طلعت ذكرها ان الصندوق هو تابع للوزاره. فاحنا بنطالب من تعديل تشريع ان يكون الصندوق مستقل. ليه؟ لاسباب كتير قوي، اللي هو فكره الصندوق على فكره مليء بالفلوس اكتر من يعني ما نتخيله. وده هدفه ايه؟ هدفه ان هو يتم صرف الصندوق للجمعيات. فاحنا محتاجين فعلا اعاده هيكله كامله من بدايه من القانون، يكون في تعديل تشريع ان الصندوق يتحول لصندوق مستقل. ده مش رايي، ده راي كتير من المؤسسات اللي موجوده في معظم المحافظات. اولا جزء من ده ان انا هخلص الوزاره من هذا العبء، من عبء، وهخلص الصندوق من بيروقراطيه اللي موجوده في اي وزاره في اي بلد في الدنيا بالمناسبه. يعني هي دي برضه في جزء بصراحه يعني ايه احنا ما نجيش عليهم في بند العقوبات، ده الباب العاشر من القانون. الرقم اللي محطوط كبير، يعني العقوبات يقول لك من 50,000 ل 500,000 او من 100,000 لمليون. الجمعيه بتدخل كام؟ يعني مش بتدخل اللي جابها يعني عشان تحط لو حصل مشكله اقل حاجه ل 100,000 هيدفعها منين؟ على راي واحد النهارده ذكره وعجبتني، قال لك انا اصلا بادئ الجمعيه ب 20,000،
يعني ادفع خمس اضعاف راس المال اضعاف اللي انا اسست بيه الجمعيه في مشكله لو بدا بالجمعيه. فبرضه احنا يعني نتكلم في كده. في نقطه مهمه في القانون، فكره الاختار، انت تاسيس الجمعيه بالاختار فقط، انت مجرد ما اختار تنزل اشتغل من تاني يوم. يعني الموضوع ما فيهوش اي، يعني زي ما فعلا سياده النائب وضح في الاول، انت مجرد ما بتقدم ورقك وبتختار الجهه الاداريه انا اهو كجمعيه اتفضل من تاني يوم اشتغل، من يومها لو حابب معاك وقت اشتغل. دي نقطه. نقطه مهمه قوي 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 بقى المرافق كهرباء ميه غاز. ايوه دي نقطه مهمه جدا ولازم اوضحها. سهول الدخول لا هو المعامله مفروض قانونا في البند السادس من الماده 17 معامله منزليه، بس ايه اللي بيحصل بقى؟ بيتعامل تجاري؟ يتعامل تجاري. ازاي؟ فهو بيكسب ايه عشان ده عمل اهلي غير هدف للربح. ايوه وبالرغم الانديه ومراكز الشباب 75% خصم جديد يعني. الله الانديه لها 75% خصم ومراكز الشباب هم بيطالبوا ان يرجع يبقى 75%. الجمعيه ده ما بيتربحش، ده انا راجل بيجيب تبرعات عشان اعرف اشتغل. فبيلي بالك ودي نقطه وضحتها النهارده الاستاذه الدكتوره نهى طلعت، يعني موجهه من التحالف. هي ايه الكلمه؟ المستشفى اللي هي شفاء الاورمان متخيل عليها ديون للمرافق بس، يعني هي مستشفى بيتوفر للدوله ملايين. طبعا ملايين طبعا. احنا مدينينها بالكهرباء، اشيل بقى 75% من الكهرباء اللي عليها يعني، دي اسقط هذا الدين مفروض. يعني لان هي بتشيل الملايين عن الدوله في العلاج واحنا عارفين شالت جزء. انا هفاصل الكوره اللي هي سياده النائب عبد الفتاح قبل ما هتكمل بقيه النقط بتاعتك. تمام. ليه؟ لان انا عارف انه وده كان برضو اثرناه واحنا في الفاصل، مساله ان هناك تخوف انا عارف لدى سياده النائب من انه يبقى هناك في مجموعه من الجمعيه تتلقى تمويل يبدو في ظاهره جيد طول الوقت، ولكن هو الهدف الرئيسي هو مسألة العبث، وده حصل قبل 2011. وكان من المستغرب برضو ومن يعني يدعو لغرابة شديدة، ليه دولة تسمح بتدفقات نقدية جاية من أحزاب سياسية في حكومات ودول أخرى؟ يعني طب أنت سمحت بدل، يعني ده استحالة استحالة أمريكا هتوافق مثلا لو افترضنا أن التجمع عنده فلوس أنه يمول حد. أولا هيواجه بمركزية قاتلة يعني. اثنين هيقال لك الشيوعيين بيمولوا مين في أمريكا. ثلاثة هيجي يقول لك يعني إيه حزب سياسي في دولة ما بيمول جمعيات عندي في مصر، ده ما قصدي عندي في الولايات المتحدة الأمريكية. فأنا عارف أنه ده جزء شغلك وتستشعر منه خطر. شوف هقول لك على حاجة، يمكن أنا عايز أأكد أن التحالف الوطني للعمل الأهلي في مصر في المرحلة الأخيرة، وطبعا الشعب المصري كله يعني لاحظ وجود جمعيات بتتحالف مع بعضها البعض لخدمة المجتمع، وخصوصا في القرى والنجوع والأماكن الفقيرة، ده كلنا عظمنا له مظبوط. بس كم جمعية؟ احنا قلنا عندنا 36,000 جمعية يا سيادة النائب. لما تيجي سيادتك ال 36,000 عدلي كده مين اللي داخل التحالف كام؟ رقم ضئيل. لا انت عندك رقم بسيط جدا. لا يعني اقل من كده بكتير. ماشي يفكر. يعني انا كنت اتمنى ان كل الجمعيات تبقى موجودة في التحالف، دي واحد. نمرة اتنين، انت النهاردة داخل زي ما انا قلت في مرحلة جديدة بتبني بيها، بتنقي زي يعني انا حد مثل على العاصمة الادارية الجديدة. العاصمة الادارية دي هتنقل مصر نقلة، وسيادتك قلت الكلام ده اكتر من مرة، نقلة كبيرة جدا. يعني في تطور تكنولوجي ونظام رقمي وشيء صحيح احنا كلنا فخورين بيه. صحيح. طيب العمل الاهلي ده احنا عايزينه كده، لانه ده يعني عدده مش بسيط، وكمان ان القيادات اللي داخله حقيقه كلها تشرف. انا فخور حقيقه بقيادات عظيمه في العمل الاهلي، يعني وزي ما انا شفت النهارده كلامهم كلام محترم، كلام وطني، أنا شايف فيهم فعلا الناس عايزة تبني. طيب ويمكن أو هرجع يعني لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لما قال التوصيات في حاجات هترجع لي أنا كرئيس دولة، دي أنا هوافق عليها بدون كلام. صحيح. في حاجات هتتطلب تشريعات هتعود للبرلمان،
طيب احنا عايزين اكتر من كده. والرئيس اعلن وده مخرجات يا يوسف بالظبط في برج العرب، قال لك اللي في ايدي هنفذه والباقي يتحول يا دكتور انا هنفذه من قبل ما تطلع التوصيات على بياض. مخرجات الحوار الوطني مش كده؟ صح. طيب انا يعني لما الاقي رئيس الدوله بيقول هذا الكلام يعني انا عندي ايه مشاكل؟ انا حل مشاكلي بقى. ما هو انا في مشاكل عندهم هم الجمعيات ورؤساء مجالس الادارات والاعضاء، عليهم ان هم يراجعوا نفسهم شوفوا هم عايزين ايه، عايزين ايه من الدوله. طيب يعني انا علشان الوقت بيجري، ادم انت قلت لي مجموعه من النقاط وانا عاوز اضيف عليها جزء مهم برضو كان قاله سياده النائب عبد الفتاح، الا وهو انه طب هو الجمعيه مفترض انها تبقى 10 بس ولا المفروض يبقوا اكتر؟ وهل العشرة دول هاخدهم كده عمياني ولا ايه؟ وده برضو سؤال. وانا يوسف عندي تخوف ما بسيط بقى جدا وقد يكون تخوفا تافها كمان، الا وهو انه انا كل خشيتي انه حد من الناس يبقى عاوز يعمل الجمعيه الاهليه لمجرد انه يحصل باذن الله على دعم وتمويل من صندوق دعم الجمعيات فيبقى ضامن مرتب للمجلس بتاع الاداره من باب انه يعني وكانها ايه بدل حضور مش عارف ايه، واصل عشان الراجل متطوع واصل عشان الراجل فيبقى عمليا ضمن لنفسه. لا القانون مانع ده. بس هو لا في مطالبة يعني في مطالبة في ناس طلبت النهارده بس هو القانون يعني احنا مش ضد ده يعني بيقول لك تذكرة القطر والتنقلات والسكن. لا اصل العمل الآلي ده عمل تطوعي جدا طبعا. فقول لي قول لي اخر زي ما كنا بنقول النقاط او التوصيات. هو يعني في نقطتين ممكن طالما اتكلمنا عن فكرة الفلوس، فكرة ان برضه في موظفين، هو بيبقى في موظفين في العمل الأهلي في الجمعيات، احنا بطالب بايه؟ تطبيق الحد الادنى ليه، لان صعب لما يكون موظف بياخد 1500 و2000. صح، دي نقطه مهمه. انا بقعد ماسك حسابات الجمعيه ده راجل متفرغ ليه في الشغل. ده متفرغ. بص كل دي يعني حاجات وفي تخص العمل الاهلي نقاط بس انا عارف يعني الوقت مشروع اهو لا وفي ناس كتير قدمت. انا في تجربه عايز اقولها، ده عايز حلقات طبعا. تجربه بصراحه حصلت في محافظه يعني ممكن تبقى جديده على حضرتك ولازم الناس تعرفها، محافظة بني سويف. تعرف محافظة بني سويف عملت ايه دلوقتي يا مستر؟ ايوه تخيل، عاملة وثيقة بتضم الجمعيات. انت قلت التجمع، احنا اتنقلنا زمان التجمع. طبعا. انا زمان كنت الحزب الشيوعي المصري. احنا كلها زمان بقى. لا كان الحزب الشيوعي المصري. فرحت فرحة بان الحزب الشيوعي المصري اصبح موجود في الحوار، فرحة ما بعدها فرحة. والله كنت اقعد استغرب جدا هو ازاي يا جماعة. هرجع للنقطة ديت، بني سويف عاملة ايه؟ واحنا نزلنا وسمعنا منهم، عملت وثيقه توحيد للجمعيات. الوثيقه ديت بتحتوي على معظم الجمعيات والمؤسسات اللي داخل محافظه بني سويف، وبتعمل لهم اجتماع دوري ويقعدوا يسمعوا ويعملوا. هي عملوا فكره يعني دي قبل التحالف، هم اصلا الفكره بتاعتهم قبل التحالف. فهي الفكره ان الجمعيات والمؤسسات حابه تشتغل، والفكره ان القانون في بعض المشاكل اللي النهارده النواب حتى قالوا هيشتغلوا عليها. فهي الفكره احنا لو هنتكلم في بعض النقط برضو المهمه، في نقطه احنا عندنا موظفي بيعملونا في المؤسسات والجمعيات من ذوي الهمم، وعندنا مشكله ان موظفين الجهه الاداريه ما بيعرفوش يتعاملوا معاهم. فدي نقطه مهمه. فانا بطالب يعني للوزاره صراحه كده تدريب موظفي الجهه الاداريه على كيفيه التعامل مع ذوي الهمم، لان برضو ده من حقه لما يكون في جمعيه حد موظف فيها كفيف او اي نقطه من ذوي الهمم برضه يبقى في حد يقدر يتفاهم ويتعامل معاه. فدي نقطه مهمه ولازم نطالب بيها. صحيح. في نقطه مهمه برضه كذا حد عارفها. انا عايز اسالك سؤال مختصر علشان لو عايز اي جمعيه بعد اذنك يوسف بيه، لو اي جمعيه حاولت تعمل ده في حد هيمنحها؟ لا طبعا استحاله يا فندم. هي المساله احنا بنحط يعني بعض ادم عاوز يقنن الامور ويحط نقط على الحروف بمنتهى الوضوح. احنا دايما ما هي كانت مشكلتنا ايه؟ ان النقط تسيح. النقط على الحروف جميله. بمعنى ايه؟ طبعا. انا دوري ايه وحضرتك دورك ايه وحضرتك دورك عايز بقى تشريع. يعني احنا حاليا بنتكلم في مشرع. ايوه سياده النائب هيعمل تمام. التشريع تمام. انت هتحط النقط على الحروف بس. انا مستعد اشكل لكم الكلمات. هي كده. هي انا هحط التشريع. هو ده الحوار الوطني استاذنا. لا العفو تقولش كده. بس هو ده الحوار اللي احنا بنتكلم فيه. ونقطه برضو بطالبها من الجهه الاداريه، عمل وحده تابعه للجهه الاداريه لقياس اثر المشروعات المنفذه من قبل الجمعيات. بمعنى ايه؟ ان في مشروعات بتتعمل ملهاش اي فايده. يبقى انا عندي وحده بتقيس. انا عاوز اقيس الاثر بتاعها. بتقيس الاثر زي ما بنطالب في البرلمان مثلا اثر التشريع، يبقى في برضه اثر تنفيذي. انا قبل ما اختم شوف هقول لك حاجه. هو طبعا سياده النائب دلوقتي مستقبل الوطن، وهي غالبا احنا كده اتنين شويين بس اللي في مستقبل الوطن. ف انا هوري لك بجد والله العظيم
تفكير اليساري أينما ذهب، وده شيء رائع عشان بس تبقى هو كل الناس عارفة أن أنا معندي انحياز. شوف النظام التعاوني ده في القطاع التعاوني الاقتصادي المصري، النظام التعاوني هو السبيل الوحيد للقضاء على الفقر. مركزي يمول القطاع التعاوني المشاريع الصغيرة ويدمجها بالأسواق ويدمجهم بالأسواق، مما يؤدي إلى تحسين مستوى الرفاه البشري وتقديم الخدمات الإنتاجية يعني بص منفستو والله العظيم أنا مبسوط قوي يا جماعة. احنا كتار في مستقبل وطن وهنقدر نحط افكارنا الايديولوجيه. اه والله ده حقيقي. وهنقدر يعني ايه نطبع ايديولوجيتنا على الحزب بالوقت. والله هي الاحزاب المصريه كلها دلوقتي طبعًا بصراحه على كل التحيه لكل الاحزاب بص طبعا يعني على كلامكم بقى طبعًا. يمكن وانا بختم وانا عايز اشكركم جدا يا رب جدا جدا جدا. هو الوقت بس قليل، كان نفسنا نتكلم براحتنا، هنيجي تاني وهنيجي تالت، لان ده ملف مهم وبانحيازي الايديولوجي ده احنا هنيجي كتير. سيبها على الله. اه لا ده انا بستحوذ على الهوا. وبعدين بقول لكم ايه، انا واخد كام دقيقه صحيح، بس انا كنت مفوت امبارح لكريم كام دقيقه. فانا عايز اشكرك سياده النائب عبد الفتاح جدا 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 والله، وسعيد اشكرك ادم جدا. اللي عايز اقوله حتى على ذكر ضيوف الاعزاء فيما يتعلق بالحركه الحزبيه المصريه الحاليه، انت كمواطن، انت لو انت جيت ركزت، والله انا بكلمك بجد، وده بقى اللي بقول لك ما فيهوش اي انحياز فيك، ما في حزب في مصر الا وهتلاقي فعاليات وخطوات الفاعله على الارض، ما نطلق عليه ما بين قوسين بقى الجماعه اللي زي حالتنا كده العمل الجماهيري، الا وهتلاقي اتجاه اشتراكي شديد الوضوح شديد الوضوح. فانا بدات احس ان مصر اشتراكيه بالفطره، وكل من يعمل بالسياسه في مصر اشتراكي بالفطره. بس هو كلمه اشتراكيه وكلمه شيوعيه اصبحت بتخوف من ايام السادات رحمه الله عليه، ما انا ما تخوفش، وايام عبد الناصر الله يرحمه كان بتخوف، وايام الملك كان بتخوف، هو ما كانش بتخوف امتى، غالبا هي ما بتخوفش في كوبا بس. فعلى كل حال عزيز المواطن ولا تقلق على الإطلاق، وزي ما قال سيادة النائب عبد الفتاح وكيفما يتفق معانا صديق العزيز أدم الطوخي، يا راجل ده مشروع واحد في مصر، ده واحد اللي هو العاصمة الإدارية، عامل هوسة في الدنيا وراعب برعاع الإخوان ومفرحنا، فما بالك بكل اللي موجود. أنا بكلمك كده، دي مدينة من 34 مدينة. أقول لك هو خلصت الحلقة صحيح، وكريم رمزي داخل حالا صحيح وبرنامجه رقم 10، ما بالك محور وطن يجمع الايديولوجيات السياسيه كامله، يجمع الكل، يجمع حتى الكل. يجمع الشتيتين، هو يجمع الكل على ارضيه وطنيه واحده، ونختلف وجهات النظر وبنتفق. انا عايز اقول لك واحنا في برج العرب كم العدد اللي موجود من الحركه المدنيه المعارضه، وكم الموجود من الموالاه، كل دول واقفين عمالين بنشرب قهوه سوا وبنضحك سوا وبنتكلم وبندردش وبنتفق وبنختلف. صح. خلصت الحلقة، ولو كلنا العمر احنا موجودين معاكم بكرة ان شاء الله في نفس الميعاد وبرنامجكم التاسعة. سلامات.